الخوت بعد ما ركبنا سيلندر 125 قصير ناكاطا الماركة وكيلاص دوريجين ماركة جوال بي سو السلام الاخوان كدير بخير لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وانا خير في افضل الاحوال اليوم ان شاء الله غنبريباريو هاد اطلس في ار بي ار راسين شتو غنبريباريو لها الماكينه نحيدها من سومي 110 نربطوها ل 125 نركبو لها 125 قصيرة نبدلو لها فيبروكان فيها فيبروكان ديال السايكونت نحيدو نديرو لها فيبروكان ديال 110 نركبو لها سيلندر وكيلاص ديال 125 قصار تبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله يعجبكم ما تنساوش تابوناو في القناه تحياتي اركبوا لهاد السيلندر شتو ناكاطا الكيلاص اركبوا لها الكيلاص تا هو 125 جو بي شتو تبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله يعجبكم انا في هاد الفيبروكان صغيره شتو فيها كورس صغير حيت عرفنا درنا الفيبروكان كبيرة فيها كورس كبير غادي نركبو لها سيلندر وكيلاص ديال 125 صافي باش طعنا غادي ان شاء الله في الطريق تبعو الفيديو حتى الاخر تشوفوا هنايا حنا راه ركبنا لهاد الموطور داك تشوفوا ركبنا ليه فيبروكان ديال 110 طويل شتو ركبوا ليك سيلندر ديال 125 قصير واخا مقول بحال هكا شتو راه شدينا ليه كيلاص كيلاص بالكومه المهم ها جوان كيلاص ديالو شتو دوريجين باش ما بقاش يتصوت عليه من جوان كيلاص حيت شحال واحد تيركب هاد السيلندر بحال ما هذا تيبقى صوت عليه جوان كيلاص بزاف ثلاث مرات فهمت راه مره مصوت عليه جوان كيلاص ها هو الدوريجين ديال تتبع معاه هاد السيلندر سميتو ناكاطا ناكاطا دوريجين شتو مليح لا عمر لي الدار فهمت على الكيلاص تنقول للدراري اللي بغا يشري اللي بغا يركب 125 ل 110
125 في الماكينه 110 يدير سيلندر وكيلاص، ما يديرش سيلندر بوحدو ولا يدير كلاص بوحدو، يدير سيلندر وكيلاص بجوج، فهمت؟ باش يطلع الموتور ناضي في الطريق. تبعوا الفيديو حتى الاخر غتشوفوا من هنا بلاصيهم، عاد شوفوا كنت تشوفوا من بعد ما بلاصنا كيلاص شو البيستون كي طالع حتى الفوق. سينا ما بلاصنا الكيلاص، بلاصنا الكيلاص سيدي، الا بغيتي تبلاصي الكيلاص في الاتجاه ديال 110 خاصك ضروري تحيد واحد الباكا بحال هادي، شتي تخليها وحده في الاتجاه ديال في الاتجاه هذا، خلي غير وحده ما ديرش جوج ياك. وهاد البينيو ديال 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 الكلاج تتحيد هذاك الكبير، تحيد هذا الكبير هذا، واش دير هذا الصغير ديالك ديال 110 داك القديم اللي كان في الموطور شتو باش يخدم مزيان ضروري. او تدريك الكلاج ديالك عادي وكلشي، طلع هادشي الفوق بحال هكا تدريك الكلاج ديالك راه ناضي شتو صافي، وتتكمل الخدمه ديالك. كملوا الفيديو حتى الاخر باش نديروا لكم امارش. تحياتي الخوت، بعد ما ركبنا سيلندر 125 قصير ناكاطا الماركه وكيلاص دوريجين ماركه جوبي شو الموتور اطلس شو اطلس اللي كان فيه فيبرو كان قصير، وكان فيه هذاك السيد اللي كان مركبه في الاول كان دايرين لي سيلندر 125 وناقصين من البيستون في ديك الفيبرو كان، فهمت؟ الفيبرو كان فيها داك كور صغير ناقصين من البيستون ومخرقه اللي خدم دايرين لي كلاس ديال 110 غير عادي، كون شي حاجه دوريجين فهمت، كان فاشل لواحد الدرجه كبيره فهمت. هانتوما ركبنا له فيبرو كان ديال 110 كورس كبير، ركبنا له سيلندر ديال ناكاطا داك اللي فيه بيستون مقور من الفوق، ودرنا له كلاس مغرف ديال 125 سيلندر وكلاس. اللي بغى يركب سيلندر 125 الموتور 110 يدير سيلندر وكلاس، ما يديرش سيلندر بوحدو وكلاس بوحدو، فهمت؟ داكشي تبارك الله راه طلع زوين. نشاركوا معكم الدقه ديال امارش زكريا ديال 110 ودير سيلندر وكلاص ديال 110 راه